أول شيء راح نبدأ فيه في فصل الانعكاس والمرايا اللي هو قانون الانعكاس. قانون الانعكاس، قانون الانعكاس يقول قانون الانعكاس أن زاوية السقوط في أي زاوية السقوط دائما الانعكاس. خلاص، أو بالرموز يقول لك ثيتا آر يساوي ثيتا آي. زاوية الانعكاس، هذا قانون الانعكاس. قال إن الانعكاس نوعين، انعكاس منتظم وانعكاس غير منتظم. فالانعكاس المنتظم يتم في السطوح الملساة بأن الأشعة الساقطة تسقط متوازية بهذا الشكل وتنعكس متوازية زي ما هي بنفس الترتيب. هذا الانعكاس المنتظم ودائما عن السطوح الملساة. الانعكاس الغير منتظم يكون على السطوح الخشنة، وهذه السطوح الخشنة فيها نتوءات تعمل على تشتت الأشعة المتوازية الساقطة عليها. يعني في الأساس هي نزلت متوازية، بس بسبب وجود النتوءات عمل على تشتيت الأشعة المنعكسة. تمام، هذا الانعكاس المنتظم والانعكاس الغير منتظم. نروح النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها راح يتكلم عن المرايا المستوية. ما هي المرآة المستوية يا سنة ثالث؟ ما هي المرآة المستوية؟ هي السطح خشن أم سطح أملس؟ هي سطح ناعم أو مصقول وأملس، تنعكس عنها ينعكس عنها الضوء انعكاساً. إيش نوعه؟ انعكاساً منتظماً. طيب المرآة المستوية تقول لو كان في جسم هنا وكان في هنا مرآة بهذا الشكل وفي جسم ثاني هنا، هذا الجسم معليش، وهذه الصورة، أقصد الصورة، ما هي صفات الصورة المتكونة على مرآة مستوية؟ يلا، هذه المرآة أنت دائما تستخدمينها في حياتك اليومية. معكوسة جانبيا. واحد، معكوسة جانبيا، ونقصد فيها معكوسة جانبيا بأنك لما تحركين يدك اليمين تشوفينها اليسار. ممتاز، معتدلة يا رفا، ممتاز. وش بعد؟ نفس الطول. نفس الطول، ممتاز. نفس البعد. نفس البعد، أحسنتم. وش بعد؟ خيالي، حقيقي. خيالية. طبعا ليش خيالية؟ دائما نقول خيالية لأنها تتكون خلف المرآة، خلف المرآة. تمام. طيب الحين في نقطة بس كذا صغيرة، هذه خلاص كل شيء وضع طيب، بس في سؤال دائما أنا لاحظته. أيوة، لا تتجمع في نقطة من صفات الصورة الخيالية اللي هي الامتدادات، ممتاز. الصورة والجسم في المرآة المستوية هذه الصفات كلها واضحة. نفس الطول اللي هي HI تساوي HO، ونفس البعد اللي هي DI تساوي DO، بس عشان خلف المرآة نحط سالب البعد يعني في اتجاه آخر. وهذه الصفات كلها مفهومة، بس في نقطة أبهك فيها لأني لاحظتها دائما في أسئلة المنصة، أن المسافة ما بين الجسم وما بين المرآة، ما بين الجسم ما بين المرآة لو كانت 2 سنتي، فإن المسافة حتى في التحصيل جت، فإن المسافة ما بين المرآة وما بين الصورة كم يا سنة ثالث؟ احنا سونا نقول نفس البعد، اوكي، يعني 2 سنتي نفس البعد، اوكي، ايوه، بالسالب الاتجاه، الاتجاه انها في الاتجاه الاخر اللي هو بالسالب، هو السالب هنا مو سالب يعني عدديا بقدر ما هو توضيح للاتجاه. تمام، السالب يقصد فيه انه في الاتجاه الاخر المعاكس. طيب لما انا اقول
أيوة، لما أنا أقول المسافة ما بين الجسم ما بين الصورة المتكونة، ما بين الجسم وما بين الصورة، أيوة 4 سنتي، هذه المسافة كلها هنا 2 وهنا 2 4 سنتي. فانتبهوا لي الله يرضى عليكم يا سنة ثالث، لما يجي يسأل سؤال لازم أتأكد، هو راح يعطيك معلومة الأولى، راح يعطيك المسافة ما بين الجسم ما بين المرأة، هذا هو بيعطيك. بعدين بيجي السؤال، قد يكون السؤال واحد من 2، إما أنه يسألك عن المسافة ما بين المرأة وما بين الصورة بتكون نفس إجابة هذه الأولى، أو يسألك عن الصورة والجسم في هذه الحالة، راح أدبل هذه 2. تمام؟ ننتبه في هذا السؤال، ننتبه هو يبغى إيش بالضبط. طيب اللي بعده، بعد ما خلصنا المرايا المستوية راح نتكلم عن المرايا الكروية. المرايا الكروية نوعين، يعني لو نجي نتكلم عن المرايا بصفة عامة 3، مستوية ومحدبة ومقعرة. المرايا بصفة عامة كم أنواعها؟ مستوية ومقعرة ومحدبة. فأنا عندي هنا المقعرة والمحدبة تعتبر مرايا كروية. ليش سميناها كروية؟ لأنها كأنها مقصوصة من كرة كذا، مطعوجة من كأنها كرة وقصيناها. طيب بالنسبة للمقعرة، لما أجي أتكلم عنها أو أبغى أعرفها، وهنا محدبة. المقعرة كذا شكلها بالنسبة لمين؟ لعين المشاهد. وهنا عندك كمان عين المشاهد، تمام؟ المحدبة كذا. لما أجي أعرفهم الاثنين، أيوة كلهم سطح عاكس، هذا عاكس بهذا الشكل وهذا عاكس بهذا الشكل. طيب أبغى أوصفها عشان أقدر أميزهم. يقول لك المقعرة هي سطح عاكس حوافه المنحنية، اللي هي هذه وهذه، منحنية باتجاه المشاهد، يعني كأني أقول مطعوجة ناحية المشاهد، خلاص في اتجاه المشاهد أو ناحية المشاهد. أما المحدبة سطح عاكس لكن حوافه المنحنية، كأني أقول مطعوجة أو منحنية مبتعدة عن المشاهد. واضح السنة ثالث؟ لما نيجي نتكلم عن المرآة المقعرة، راح نمسك أول شيء المرآة المقعرة لأن لها حالات مختلفة، المحدبة أمرها بسيط. المقعرة إيش راح نتكلم عنها؟ أول شيء فيها أو أول صفة فيها أن البعد البؤري فيها دائما موجب أو غالبا موجب، خلاص البعد البؤري موجب. البعد البؤري دائما فيها موجب. طيب نبغى نتكلم عن صفات ثانية. طبعا انتوا عارفين في الصور، في الحالات تكون الصور ما نقدر نرسمها، كنا نرسمها في الشرح وهذا المفروض يعني، ولكن في المنصة ما هو متاح يعني انك ممكن ترسمين شيء وترسلينه، لكن لازم تكونين ملمة بالحالات. يعني لما يجي يسألك يقول لو وضعت الجسم في هذا المكان كيف تكون الصورة، كيف صفاتها؟ تعالي ركزي معايا في اللي راح أسويه الآن. راح نضم الصفات كلها يا سنة ثالث في هذه الصورة. عندي الجسم عندما يكون خلف مركز التكور، عندي الجسم عندما يكون على مركز التكور، عندي الجسم عندما يكون بين مركز التكور والبؤرة، وعندي عندما يكون الجسم بين البؤرة وبين المرأة. تمام؟ في هذه الحالة يا سنة ثالث، ما بين البؤرة وما بين المرآة، هذه تعطيني صفات شاذة، أو خلينا نقول حالة شاذة. شاذة عن مين؟ عن بقية أخواتها، عن ألف وعن باء وعن جيم. أنا أحاول إنك تصيرين تعرفين مواقع الصور من غير ما ترسمين، خلاص؟ طيب ألف وباء وجيم إيش وضعهم؟ يقول لك كلهم الثلاثة مشتركين في صفتين ومختلفين في صفة واحدة. مشتركين كلهم بأنها حقيقية، كلهم حقيقية فيهم هذه الصفة، وكلهم مشتركين في صفة إنها مقلوبة. هذه ألف حقيقية ومقلوبة، باء حقيقية ومقلوبة، جيم حقيقية ومقلوبة. طيب في إيش يختلفون؟ يختلفون في التكبير وفي التصغير. عند ألف أيوة في
الطول. عند ألف تكون مصغرة، يعني لما يكون الجسم ينحط خلف مركز التكور خلاص. حطي في بالك وانت جاية هنا، كل ما قربتي من المرآة كل ما زاد التكبير، تمام؟ فحطي في بالك ان هنا مصغر، خلف مركز التكور بتكون مصغرة، على مركز التكور بتكون نفس طول الجسم. يلا كل ما قربتي شوفي بتبدأ تكبر، هنا صغيرة وكبرت شوية صارت نفس طول الجسم. الحين تقربين تصيرين بين التكور وبين البؤرة، تصير هنا إيش؟ مكبر، تمام؟ كل ما قربنا تكبرت. قاعدة أقول لك إنه كل ما قربنا تكبرت. تتوقعين هنا الصفات إيش؟ أستاذة ما نسمع. إيه بس أنا ثالث، سامعيني الآن؟ إيوه يا سادة. طيب نكمل كذا. يعني هنا في الحالة الشاذة أنا أقول لك القاعدة الأساسية في المرآة المقارنة، كل ما قربتي الجسم من المرآة أو قربتي المرآة من الجسم، يعني قلصتي المسافة هذه، كل ما زاد التكبير. فعشان كذا خلف مركز التكور تكون مصغرة، تقربينها على مركز التكور تكون نفس طول الجسم، تقربينها زيادة ما بين السي وما بين الاف تكبر مكبرة أكبر من الجسم، بعد الاف كمان أكبر وأكبر. يعني هنا أول صفة في الحالة الشاذة بتكون مكبرة، تمام؟ طيب الصفتين الثانية وش هم؟ الصفتين الثانية عكس هذول الثنتين،
بدل ما هي حقيقية بتكون خيالية، بدل ما هي مقلوبة بتكون معتدلة. لأن تشوفي دائما صفة الخيالية مرتبطة بأنها معتدلة، والصفة أنها الحقيقية دائما تكون مرتبطة بالمقلوبة. هاي السنة الثالث وضحت لك هذا المخطط، يعني يساعدك أنك ممكن تجاوبين على سؤال. لو قال لك لو وضعنا الجسم على مركز التكور، ما هي الصفات؟ أخذ من فوق الصفتين المشتركة، أقول حقيقية مقلوبة، وأشوف طول الجسم في هذه الحالة نفس طول الجسم. لو قال لي في مسافة ما بين السي هنا، ما بين السي وما بين الاف وضعتي جسم، ما هي الصور صفات الصورة؟ راح أقول حقيقية مقلوبة، وراح أنزل هنا تحت وأقول مكبر. ثلاث صفات كذي عندك، إنه عشانك ما تقدرين ترسمين في الاختبار. وحتى لو جاك سؤال، أنتوا عارفين وقت الاختبار معطين لكل سؤال نسبة وتناسب، أن لكل سؤال دقيقتين فقط. ممكن تذكرين اللي رفع، بس خلينا نخلص بس المحدبة وبعدين نفتح، لأنه في وقت يعني الفصل هذا نخلصه إن شاء الله بدري. خلصنا من الحالات. طيب ما دام ان انت تقولين هنا ان كل حقيقية تكون مقلوبة، فكيف نحصل، كيف احصل على صورة تكون حقيقية ولكن ما ابغاها مقلوبة، ابغاها معتدلة، مثل منظار الفلكي ولا منظار جروغري؟ كيف عالجوا هذه المشكلة ان كل حقيقية تكون مقلوبة؟ طيب أنا أبغى أشوف الصورة معتدلة، أبغى أوكي مع حقيقية بس أبغاها معتدلة، إيش الحل؟ إيش استخدموا في منظار جروغري أو منظار فلكي؟ مو عدستين، انتبهوا للخطأ هذا، مرآتين. مرآتين، في مرآتين في المنظار. مرآتين مقعرة. المرآة الأولى إيش بتطلع لي الصورة؟ مرآتين مقعرة. المرآة المقعرة الأولى إيش بتسوي؟ راح تطلع لي صورة حقيقية ومقلوبة. طيب خلاص هذه فهمنا، إحنا ندري من أول إن الحقيقية مقلوبة. يجيب مرآة ثانية أمام الصورة هذه، مرآة ثانية مقعرة، لأن كل مرآة مقعرة تقوم تقلب اللي قدامها. فإذا كانت الصورة أساسا مقلوبة وحطيت قدامها مرآة مقعرة، راح تقلبها وتصير إيش؟ معتدلة. وهذا هو المقصود، هذا اللي نبغاه. إذا الحل وضع مرآتين مقعرتين، أحدهما تقلب والثانية تعدل أو تعدل. تمام؟ طيب هناك عيب تعاني منها المرايا المقعرة. المرايا المقعرة كل ما زاد ارتفاع المرآة، صار ارتفاع المرآة كبير وكان في نفس الوقت نصف قطر التكور صغير، هذه مشكلة لأي مرآة مقعرة تخليها تعاني من شيء أو من عيب اسمه زوغان كروي، بسبب أن الارتفاع المرآة يكون كبير ويكون نصف قطر التكور أو نصف قطر صغير. كل المرايا المقعرة تعاني من هذه المشكلة ما عدا مرايا القطع المكافئ. ليش مرايا القطع المكافئ؟ أنا اللي أفهمك الحين، مرايا القطع المكافئ لأنها بهذا الشكل، تمام؟ بالتالي كأنها تقلص ارتفاعها وقاعدة تكبر اللي هو نصف القطر، يعني تعاكس النظرية هذه. فمرايا القطع المكافئ لا تعاني من الزوغان الكروي، لا تعاني، ما فيها نهائياً زوغان كروي، ولكنها مكلفة، فما يقدرون إنهم يستخدمونها في جميع الأحوال،
إلا في المواضيع اللي تكون استخدامها مهم زي التلسكوب والمنظار الفلكي يستخدمونها للعلوم وللنظريات، بالتالي لازم إنها تستخدم فيها مرايا قطع مكافأة عشان تطلع لهم النتائج واضحة. خلاص كذا انتهينا من المرايا المقعرة، نجي للمرايا المحدبة. المرايا المحدبة فيها كلمتين بس، المرايا المحدبة عرفناها من قبل. طيب كيف حالة تكون الصور فيها؟ تكون الصور فيها جدا سهل، ايش يقول؟ مهما حطيتيها في أي مكان الصفات هي واحدة ما تتغير، سواء حطيتيها هنا أو هنا أو بين وبين أو على البؤرة أو هنا، الصفات ما تتغير وهي خيالية. طبعا إيش لو قلنا خيالية على طول نعرف الصفة اللي دائما معاها معتدلة، أيوة ممتاز، لكنها تصغر عكس المرايا المقعرة. ما احنا قلنا المرايا المقعرة كل ما قربتيها تكبر، لا هذه تصغر في جميع الأحوال، هي تصغر، ولأنها تصغر فقد استخدمت في مرايا السيارات. ليش؟ لتوسيع مجال الرؤية. لتوسيع مجال الرؤية، حيث لما تيجي في المرآة تصغر السيارة تقدرين تشوفين اللي حوالين السيارة في المرآة وكذا. لو كانت تكبر كان صورة السيارة اللي موجودة في خلف السيارة بتكون مغطية على المرآة كاملة. تمام؟ ممكن يجيك سؤال، ما نوع المرآة المستخدمة في مرايا السيارات الجانبية؟ على طول نعرف إنها محدبة. باقي قوانين المرايا الكروية، واحد على F، حيث أن الF إحنا عرفنا أنها تكون موجبة في المقعرة وتكون سالبة في المحدبة، تساوي هذه القانون العام للمرايا، واحد على DI زائد واحد على DO. طبعا إحنا نعرف هنا من DI أنها إذا كانت حقيقية وإذا كانت مقلوبة على حسب الإشارة. تمام؟ قانون التكبير يقول إن HI على HO يساوي سالب DI على DO. من هذا القانون أقدر أكتشف شيئين، بالنسبة لل HI وال HO هذه راح تبين لي إذا كانت مكبرة أو مصغرة، لأنها عبارة عن إيش؟ هذه طول الجسم. خلاص؟ وهنا راح تبين لي القانون التكبير إذا كانت مقلوبة أو معتدلة. مكبرة وصغرة ممكن تقارنينها أصلاً بالحجم قبل وحجم بعد. المقلوبة والمعتدلة هي الإشارة، إذا كانت سالبة مقلوبة، إذا كانت معتدلة بتكون موجبة. واضح يا سنة ثالث؟ كذا خلصنا الحق المرايا. اسألي يا رفا ايش عندك؟ ايش السؤال اللي قلتي انه ما هو واضح؟ تذكرين؟ ايوه ايش هو؟ قولي تذكرينه ولا لا؟ ما ادري يمديك تفتحين الاختبار ولا لا؟ باقي 10 دقايق وأنا باقي بغسل لكم شوي. طيب اسمعيني، أنا بشوفها في الاختبار، بس هو يخص إيش بالضبط؟ مدري، حطيتي قلتي عايد، أنا كنت أدري إنه صعب وحطيت كأنه إضافي. طيب دقيقة أشوف.
تكون الصور في المرايا ينتج عن انعكاس وضع جسم طوله مرآة سطح العاكس حوافه منحنية نقطة تقاطع. المرايا تعمل على توسيع مجال الرؤية. والله كلها واضحة يا أقول لك الأسئلة. إذا كان الجسم على مركز التكور فإن صفات الصورة في المرآة المقعرة جايبة صفات، والثاني كل إشعاع يمر بالبؤرة ينعكس موازيا زي كذا يعني اللي هي الأشعة ويرمز للبؤرة بالرمز، وعيب في المرآة الكروية لا يسمح الأشعة الضوئية المتوازية في إنها تتجمع في البؤرة اللي هو الزوغان الكروي، ذكرنا السبب. إذا وضعت جرة على بعد 50 سنتي من مرآة مستوية فإن المسافة بين الجرة وصورتها طبعا 100 سنتي. وضع الجسم على بعد 10 سنتي أمام مرآة مقعرة بعدها البؤري 20، فما هي صفات الصورة؟ يعني يمكن هذه تقصدك هذا السؤال. وضع الجسم على بعد 10 سنتي أمام مرآة مقعرة بعدها البؤري 20، ما هي صفات الصورة؟ يمكن هذه يمكن أبى أشارك معكم الصفحة تشوفون برضو الأسئلة معي. يمكن هذا السؤال لأنه هو اللي ممكن. أما الباقي كل شعاع موازي للمحور الرئيسي ينعكس مرة. نوع المرايا التي تستخدم في جانب السيارات، مرآة صورها وهمية ومعكوسة جانبيا اللي هي المستوية. النسبة بين طول الصورة وطول الجسم اسم التكبير القانون هذا، إذا سقط الشعاع بزاوية 60 ينعكس ب60. المرايا المحدبة تعمل على توسيع مجال الرؤية. نقطة تقاطع المحور الرئيسي هذا التعريف، مرآة السطح العاكس من بعيدا عن المشاهد المحدبة. أتوقع أنه هذه، بس هو السؤال اللي راح أقول لكم كيف هو الحين بوصل لي. كان السؤال كذا يقول، يعني مفروض ان احد يكون عارف بالنسبة لمرآة مقعرة كذا، قال لك هي الجسم يبعد 10 سنتي، هنا المسافة ما بين الجسم وما بين المرآة 10 سنتي، علما ان البعد البؤري يعني البؤرة 20 سنتي وهي على بعد 10 من المرآة. يعني وين موقعها؟ موقعها بين البؤرة وما بين المرآة. هذه المنطقة ايش سميناها؟ المنطقة الايش؟ الشاذة. ايش الصفات تكون فيها؟ خيالية، معتدلة، مكبرة. فهو ايوه، فهو يشاركك الحل هنا، يقول اي من هذه الصفات بتكون صفاتها. طبعا حقيقية مستحيل، الأولى والثانية حقيقية مستحيل، الثانية خيالية بس مصغرة، واحنا قلنا في المرايا المقعرة تكبر فهي وهمية ومكبرة. طيب خلينا هنا، أبغى بس 5 بنات. طبعا انا ما يطلع لي الشات في جوالي البنات اللي رافعين ايدينهم، بس ممكن تكتب لي انا في الشات عشان تجاوب. ابغى واحده تختار لي لون على المراجعه، لون ورقم، ونشوف السؤال ونحله مع بعض. يلا يا سنه ثالث، 5 اسئله ما راح نطول لان في شيء ثاني. يلا يا اموات، ثالث. يلا يا مها اختاري لون ورقم. البنفسجي الثاني. ما العلاقة بين مركز تكور المرآة المقعرة وبعدها البؤري يا مها؟ مركز التكور والبؤرة اللي موجودة في النص، ايش يسوون من بعض؟
يسوي نفسها. ممتاز. يعني F تساوي مركز التكون. أيوة يعني نفس ال F تساوي C كأنها مقسومة على اثنين. ممتاز أحسنت. يلا يا رفا اختاري لون ورقم. رمادي واحد. الصورة الخيالية دائما سالبة، ليش يا رفا؟ لأنها تتكون خلف المرآة ولا تجتمع في نقطة. ممتاز، لأنها تقع دائما خلف المرآة. أصفر واحد ريناس. يلا، إذا كانت زاوية سقوط شعاع ضوئي 42 فما مقدار زاوية الانعكاس يا ريناس؟ 42. ممتاز. يلا يا سمية. سمية أزرق ثلاثة. أزرق ثلاثة. ما المقصود بالمرآة المحدبة؟ هاي سمية سطح عاكس. حواف منحنية نحو المشاهد. فين راحت سمية؟ إيناس قصير. يلا إيناس أخضر واحد. إيناس ما المقصود بالمرآة المقعرة إيناس؟ أيوة ممتاز يا سمية، تأخرتي على بالي قطعت عليك الشبكة. ممتاز إيناس. إيناس تكتبين؟ طيب اكتبي اكتبي على بال ما اوجهكم الان. يلا يا سنة ثالث الموجودين الان، من اللي ما هو موجود؟ اوف هذول كلهم موجودين. ايمان وايناس. تو ايناس، ايناس قصير ايش اللي طلعها توها؟ طلعت. طيب ورنين وسلمى شرواني وسمية حكمي وغيداء، طبعا غيداء مستأذنة من أمس، وفرح ولما ومريم عقيل. المهم سنة ثالث أنا حطت لكم في المنصة الحين اختبار من ثلاث أسئلة على مراجعتنا اليوم، فاللي جاوب ثلاث الأسئلة تماما، وترى مدة الاختبار من وقت ما تفتحين 10 دقائق فقط، حتى 10 دقائق كثير، المفروض أنها 6 دقائق لأن لكل سؤال مفروض تتعودين عليه دقيقتين، اللي تحصل ثلاث درجات من ثلاثة لها درجة إضافية تضاف، لأن أنا الحين في مرحلة رصد درجات، فراح أضيف لها الدرجة الإضافية في مكان النقص اللي عندها، سواء كان مشاركة أو واجب أو اختبار. تمام؟ فالحين مدة الاختبار